نجينك يا رب. نيال الأم اللي حملتك ورضعتك. حقيقة نيال الناس اللي بيسمعوا كلام الله وبيطيعوه. علمنا كيف نصلي زي ما يوحنا علم تلاميذه. لما بدكم تصلوا قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوته، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. من سنين طويلة كتب الأنبياء في الكتاب المقدس إنه الله رح يبعث المسيح تيخلص الخطاة ويتصالحوا معه. حياة يسوع فرجتنا إنه بالفعل هو المخلص اللي الله وعد إنه يبعثه للعالم. النبي أشعياء تنبأ وقال: العذراء رح تحبل وتولد ولد، وهذا اللي صار بقدرة الله، وإنه مريم حبلت وهي عذراء وولدت يسوع. كمان مكتوب بالإنجيل المقدس إنه معجزة الولادة كانت علامة من الله إنه هذا الطفل هو المسيح واللي الله بناديه ابنه. لما الناس شافوا يسوع شافوا كمان قوة وقدرة الله، شفى الناس وغفر خطاياهم ووعدهم إن كلهم مكان في ملكوت السماء. مات يسوع وضحى بحياته وأخذ قصاص كل البشرية، وبعدها قام من الموت، وهيك فرجانا إنه قوته أعظم من قوة الموت. يسوع المسيح قال: أنا عندي القدرة إنه أعطي حياتي والقدرة إنه أخذها. حياة يسوع تممت شو تنبأ الأنبياء، وأكدت إنه كلمة الله هي من دون تحريف وإنها أبدية زي ما قالوا الأنبياء. يسوع كمان قال: كلامي مش رح يزول. إجا يسوع عشان يعطينا الحياة والأفضل زي ما كانت الحياة لما خلق الله آدم وحواء. لكن البشر ما صدقوا الله وما أطاعوه، وهذا التصرف المخجل سبب البعد عن الله. الإنجيل المقدس بيقول إنه كل البشر أخطأوا، وأساس الخطية هو الموت. الناس اللي أخطأوا ما بيقدروا يعيشوا في علاقة مع الله. وزي ما الله دبر كبش تيموت بدل ابن إبراهيم، الله بعت يسوع تيموت بدل نسل آدم. عمل الله هذا الشيء عشان كل اللي رح يآمنوا فيه ويعطوا حياتهم للمسيح بيكون لهم علاقة مع الله. فكل اللي بيتبعوا المسيح رح ينجوا من عقاب جهنم ويعيشوا مع الله للأبد. لما قام يسوع من الموت قال لأتباعه إنه باسمه رح يقدر كل البشر ياخدوا غفران الله لخطاياهم، وهذا الشيء متاح لكل اللي بيتوبوا. يسوع كمان قال إنه رح يبعث الروح القدس عشان يكون مع أتباعه ويورجيهم الحق ويعطيهم القوة عشان يمشوا في طريق الله. لما الخاطية تابت عن خطاياها وقررت إنها تتبع المسيح، يسوع قالها: خطاياك مغفورة، إيمانك خلصك. يسوع قال إنه الناس لما بتحب الله بأمانة هاي علامة إنه الله غفر لهم خطاياهم. يسوع المسيح بينادي كل الناس اليوم إنهم يمشوا وراه. إذا بدك تصير اليوم من أتباعه ويكون لك علاقة معه، بتقدر تصلي وتطلب منه هذا الشيء بكلمات مثل هيك: يا الله أنت عظيم وعالي،
بشكرك إنك بتحبني. أنا ندمان إني عصيت وصاياك وأخطيت ضدك. بشكرك إنك بعتت المسيح تيموت على الصليب بدالي، وإنه قام من الموت مرة تانية. أشكرك إنه تألم عشان عقاب الخطايا اللي أنا عملتها. أنا بدي أتبعك وبآمن بيسوع كربي ومخلصي. أشكرك لأنك غفرت خطاياي وفتحت قدامي الباب علشان أدخل لعندك ولملكوتك. بطلب منك تعطيني الروح القدس عشان يمشيني في طرقك، وعشان يقويني حتى أحبك من كل قلبي وأعيش الحياة اللي بترضيك. أشكرك لأنك سمعت صلاتي. آمين. يسوع قال لأتباعه: خرفاني بتسمع صوتي وأنا بعرفها وهي بتتبعني. اللي بيتبعوا المسيح بيجتمعوا مع بعض وبيدرسوا كلمة الله الكتاب المقدس كل يوم، وبيتعلموا يعيشوا زيه ويحكوا للناس عنه. فيسوع بيقويهم من خلال قوة الروح القدس اللي ساكنة في قلوبهم، وكمان بيصدقوا كلام يسوع اللي قاله قبل ما يطلع للسماء، لما قال: إن عطالي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وأنا رح أكون معكم كل الأيام حتى نهاية العالم.